حدثنا ابراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن فليح حدثنا ابي عن هلال عن عبد الرحمن بن ابي عمره عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اول زمره تدخل الجنه على صوره القمر ليله البدر والذين على اثارهم كاحسن كوكب دري في السماء اضاءه قلوبهم على قلب رجل واحد لا تباغض بينهم ولا تحاسد لكل امرئ زوجتان من الحور العين يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم